في سورة البقرة تبدأ سورة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون أول حاجة، المتقين هم أول حاجة يؤمنون بالغيب. وإحنا أمين، طبعا إحنا بنؤمن بالغيب كلنا. اللي هو إيه بقى الغيب؟ لما تيجي بقى تتأمل في المعنى ده، الغيب إحنا تمام، احنا معاك يا رب واحنا بنؤمن بالغيب، بس ايه هو الغيب؟ مش عارفين. يعني الكلمة دي تدل على ايه؟ يعني الغيب ده ايه؟ اللي هو القيامة، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، اللي هو ايه؟ اللي هو اللي هيحصل بعد كده؟ ايه هو الغيب؟ دي حلقتنا النهاردة. ازي حضرتك فضلت الشيخ؟ اهلا وسهلا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم اجمعين وبعد. الغيب تعريفه كل ما غاب عنك واستتر، يعني كل شيء غاب عنك واستتر عنك فهو بالنسبة لك غيب. فقد يكون الماضي السحيق غيب بالنسبة لك، يعني من 100 سنة أو من 70 سنة 1000 سنة 1000 سنة هذا غيب ليس لك، ما أنت ما تعرفوش. والقرآن الكريم يبين لك أول دعامة من دعامات الحصول على التقوى أو على الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن يكون لديك إيمان بالغيب. ده أول شرط عشان يفتح لك الباب وتدخل في عالم المتقين. بيقول لك أول حاجة أنك تؤمن بالغيب. ليه؟ لأنك أنت لو لم تؤمن بالغيب هدمت كل شيء، كل حاجة تتهدم، لأن أنت ممكن تشك حتى في أبوك الذي خلفك، اللي جابك، اللي خلفك. ليه؟ لأن أنت ما شفتوش، أنت اتفاجئت أن أنت خلاص ابن للشخص ده. طب أنت شفت حاجة؟ ما أنت ما شفتش حاجة. فإذا لم يوجد الإيمان في الغيب جاء مكانه الشك، دخل الشك في قلب الإنسان، وإذا دخل الشك لا يستريح الإنسان، لا خالص، خلاص عمرك ما تستريح، ما تبقاش عارف أنت مين، فين، ليه، أنت ما انتش عارف حاجه. عشان كده القران قال عشان انت تستقيم حياتك اول حاجه مطلوب فيها ان تؤمن بالغيب. الغيب ده بقى حاجات كتير قوي. اول حاجه في تعريف الغيب هو الله سبحانه وتعالى. فالله غيب وانت مطالب ان تؤمن به دون ان تسال عنه سبحانه، فهو لا يسال عما يفعل وهم يسالون، وانت لا يمكنك ان ترى الله ابدا لان عينك عين صغيره. يعني الغيب اول تعريف له الله ممكن سبحانه وتعالى، اوصف لله سبحانه ايوه وتعالى. نعم، فالله غيب، هو الغيب. أيوة. الذين يؤمنون هنا بالغيب. بالغيب. فالغيب لما تيجي على كده جملة واحدة كده معرفة فيراد بها الله سبحانه وتعالى. أما إذا نسبت إلى الله عز وجل في علم فيقول عالم الغيب والشهادة، أي يعلم ما غاب عنك من 100 سنة من 200 من 1000 من كذا، أنت ما تعرفش عنه حاجة في الماضي. عالم الغيب والشهادة. أيوة. إيه الشهادة؟ الحاضر، ربنا الشهادة يعلم ده الحاضر؟ الحاضر. ربنا يعلم الحاضر ويعلم الغائب ويعلم الغيب. الشهادة يعني الحاضر أو الحاضر. مرة. عالم الغيب والشهادة، المشاهد الذي أنت تشاهده الآن. ولذلك في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى النبي ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. أنت ما كنتش تعرف الكلام ده قبل كده، فأنا علمته لك، فأنا عرفته لك. كنا نعرف منين إن في قوم اسمهم قوم عاد؟ أيوة شفنا آثارهم وشفنا قصصهم وشفنا بس كذا، ما نعرفش. لكن نعرف إزاي مين الناس اللي كانت عايشة هنا؟ ولا ما تقدرش أهل الكهف. تحكم. أهل الكهف انت ما شفتش حد، انت شفت الكهف وشفت المدخل والمخرج بتاعه، لكن هل مين قال لك ان كان في ناس عايشه هنا وتعلمت؟ هل هنا كل القصص القراني وكل الانبياء دول غيب؟ ايوه نعم، بالنسبه لنا غيب، حتى رسول الله بالنسبه لنا في هذا الزمان غيب.